سلط الموقع بوست الضوء على زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان للقاء السلطان هيثم بن طارق، حيث تأتي الزيارة في ظل عودة الدفء للعلاقة بين البلدين الجارين بعد خفوتها خلال الفترة الماضية بسبب عدم دخول السلطنة في تحالف الرياض العسكري في اليمن. ووفقا للموقع فإنه من المتوقع أن تشهد المحادثة الثنائية بين الرياض وأبو ظبي تناول القضية اليمنية، حيث إن موضوع اليمن يبدو الأكثر حضورا في زيارة بن سلمان والأعلى أهمية عن غيره من الملفات المشتركة، إذ أن الزيارة التي يصفها البعض بالمفاجئة تعد إيذانا بمرحلة جديدة في تطورات الوضع باليمن. ويلفت الموقع إلى أن زيارة بن سلمان إلى مسقط يشير إلى مدى جدية الجانب السعودي في حسم ملف اليمن، وكيف أصبح هما رئيسيا لولي العهد السعودي الذي يقود بنفسه التحركات في هذا المضمار، ولا يستبعد أن تمهد هذه الزيارة لزيارات أخرى متبادلة بين قيادة الدولتين للتعجيل بخطوات أكثر نحو السلام في اليمن.